أروح مباشرة لرضوى رحيم لمزيد من التفاصيل حول هذه القصة الغريبة البشعة. طبعا زي ما أنتوا عارفين عايز أقول لكم أن في بعض المشاهد لبشاعتها وقسوتها فريق البرنامج رفض أن هو يوريها لحضراتكم, يعني للبشاعة والقسوة, ورحمة كمان يعني سمعة البنت الجميلة اللي رغم كل اللي حصل فيها تقول لك أنا مش عايز أعمل له حاجة ومش عايزه يحصل له حاجة لأنه هو أبويا وأنا مسامحاه وأنا بحبه. قمة الدراما الإنسانية قدامكم بالصوت والصورة. أيضا عايزين نقول أن رئيس الجامعة, رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمد القناوي قرر أنه يتكفل بعلاج سارة على نفقاته الخاصة, وده طبعا نبل منه بنشكره جدا وبنحييه. رضوى رحيم معايا على التليفون, رجعت من طبعا من الدقهلية, وياريت يا رضوى انك انت تدخلينا اكتر. مساء الخير اولا, تدخلينا اكتر في الجو العام لهذه المناظره. مساء الخير يا استاذ معتز. اللي انا عايزه اوضحه ان الحادثه او اصابه البنت حصلت من 45 يوم بالظبط, وطبعا الاهل تجاهلوا تماما ان هم يعالجوها او يعملوا لها اي حاجه, وده الكلام اللي قالوه الدكاتره, وكمان قالته البنت ان هي كانت بتخاف انها تقول لباباها ان في حاجه بتوجعها, لانه هو كان بيقول لها انت السبب في اللي حصل ده, وعشان كده انا مش هعالجك ولا هديكي حتى قرص دواء. وعلى ده الأساس البنت فضلت بالحالة دي لحد ما وصل الجرح اللي كان في رأسها عمل تقيحات ووصل إن هو وقع فروة رأسها. الطفلة حاليا هي المفروض هتتعرض لزرع شعر. اللي أنا عايز أقوله لحضرتك إن العيلة دي هي مثال فعلا للقهر والعنف الأسري. الطفلة دي في كل حتة في جسمها يا أستاذ معتز, على الرغم من جمالها وذكائها وكلامها اللي سابق سنها, إلا أنها فعلا معرضة لاعتداء شديد من أهلها, سواء الأب أو الأم. هما بيعتمدوا على العقاب الجسدي, بيحرقوها في أجزاء من جسمها أو بيضربوها بالعصاية عشان خاطر يعلموها. الأم وصلت لحالة من حالات القهر, هي كمان بتتعرض لعنف من الأب, بس هي خوفا منه هي دلوقتي رافضة تتكلم, رغم أنها حامل في السابع ومتعرضة لاعتداء برضو من الأب, بس رافضة تتكلم خوفا عليه وخوفا على نفسها وعلى أولادها. وهي بتقول انا ده كان امر واقع وان انا لازم استحمل زي اي ست اصيله, لكن هو الموضوع كان تجاوز الحدود, وده اللي خلاني اروح للاب عشان خاطر كمان كلمه مهمه جدا البنت بتقولها لي. بتقول لي لما كان بيضربني وكان وشي بيورم كان بيقعد يقول لي يا غوريلا ويا غراب, يعني شوف حضرتك الامعان في اذيه الطفله كان بيوصل معاه لحد ايه. وكل ده, كل اللي هو عمله ده عشان البنت اكلت كفته عشان كانت جعانه, وهما ما كانوش متواجدين في البيت, فلما جيت الام قالت له اكلت كفته من غير ما تقول لنا يبقى هي كده حراميه. بس انا لازم اللي لفت نظري طبعا موضوع الكفته ده, على فكره ايا كان الاكل والولد او البنت جاع, يعني طبعا ده موضوع انا شايف انه حتى هنضيع وقت لو اتكلمنا فيه, انما انا اللي عايز اتكلم فيه ان انت ما لمستيش اي نوع من انواع الندم وانت بتكلمي الراجل. الراجل ما كانش اسف, ما كانش ندمان. انا لما كلمته يا استاذ معتز انا رحت له عشان اوصل له رساله بنته ان هي بتقوله ان هي بتحبه ومسامحاه, وكنت امل ان انا اشوف اي دمعه حزن في عينيه, اي نظره ندم, الا ان كل اللي هو قاله لي قال لي دي بنتي وانا مش حارمها من حاجه, وان اللي انا عملته ده يمكن يكون تجاوز, لكن ده يعني ده حاجه تصرف خطا مني, لكن انا كنت بحاول اربيها. سألت سؤال تاني يا أستاذ معتز, قلت له أنت بتدي دروس دينية وأنت بتقدم في مسجد, يعني لو جالك واحد وسألك قال لك أنا بضرب بنتي بالشكل المفرط والقاسي ده أنت هتكون ردك إيه؟ قال لي ردي إن أنا هقول له لا تعامل معها باللين, في حين إن هو ما رقفش ببنته وما تعاملش معها باللين. فأعتقد إن هذه الأسرة محتاجة لمعالجة نفسية وإعادة للمفاهيم. هو أنا سألته الموضوع بتقولي بقاله 45 يوم, أمال إزاي كشفت هذه الواقعة؟ ما هو ده حاجة تانية يا أستاذ معتز. هو الزوجة اتخنقت مع جوزها وراحت لأهلها, فالجد لما شاف الطفلة بهذه الحالة اللي هو جدها لأمها أخذ الطفلة ووداها للمستشفى, ومن هنا انكشفت الحكاية. أنا برضو سألت الأب في الموضوع ده, قال لي لولا الخلافات اللي بيني وبين زوجتي ما كنتش أنا وصلت للاسم. قلت له لأ, أنت لولا الخلافات بينك وبين زوجتك كانت الطفلة جابلها تسمم من اللي موجود في رأسها وماتت, وأنت دلوقتي كان زمانك قتلت بنتك بإيديك. فهو طيب. الأب شايف
شايف ان هو ما جناش عليها وان ده تصرف مجرد تصرف خطأ وان هو محتاج بس تعديل سلوك. انا بشكرك جدا على هذه المداخلة وعلى تحقيقك الرائع يا رضوى، وربنا يوفقك ودايما تبقي يعني بتعمل لنا حاجات زي هذه الايه التحقيقات اللي بتدخل الناس في ما يحدث في المجتمع بالصوت والصورة، وليها بالنسبة لي أنا مصداقية عالية. رضوى رحيم مراسلة برنامج مصر الجديدة، أيضا غادة عبد الحافظ كمان مراسلة المصري اليوم في الدقهلية برضو أيضا كان يعني دعمتنا في هذا الموضوع. طيب على كل حال متهيألي موضوع زي كده يعني أعتقد أن احنا يعني هيبقى الشغل الشاغل ل المراكز البحوث الاجتماعية وللجامعات والمعاهد المعنية بالصحة النفسية ومسألة الأسرة والتربية والعلاقة ما بين الأباء وأبنائهم، محتاجين ان احنا نعرف ايه دوافع الراجل ده ان هو يمسك البنت يعذبها بهذا الشكل، ايه دوافع الأم انها تخفي هذه الحقيقة وما تروحش تبلغ، ايه اللي يوصل أسرة زي كده لانها تفقد الشفقة والتراحم وما يصعبش عليها أولادها أنها توصلهم لهذه الدرجة. ما بحبش أوعز ولا أي شيء، بس أنا أفتكر أن المجتمع المصري محتاج أن هو ينظر نظرة عن قرب جدا لمثل هذه الحالات ونعرف إيه اللي حصل لنا في هذه الأيام.